بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في محاضرة اليوم، المحاضرة الرابعة، سوف نغطي موضوع AES Algorithm، وهي اختصار لـ Advanced Encryption Standard. AES تعتبر أحد أهم خوارزميات التشفير المستخدمة حاليا في تشفير البيانات والحفاظ على خصوصيتها، لذلك سوف نتناول AES بالتفصيل في هذه المحاضرة. هنا نستعرض أهم المواضيع الرئيسية وأهم محاور النقاش فيما يخص AES Algorithm. سوف نبدأ بمقدمة عامة للخوارزمية، توضيح ما هي المدخلات، ما هي المخرجات، المقدمة التاريخية لإنشاء هذه الخوارزمية. من ثم سوف نبدأ نتعمق في الـ Internal Structure أو الهيكلية الداخلية لهذه الخوارزمية. ما هي أهم العمليات التي تؤدى خلال عملية التشفير وفك التشفير؟ ما هي أهم مكونات AES Algorithm؟ كيف تقوم الـ AES بتوفير مستوى عالي من الأمان؟ وما هي المميزات التي جعلت الـ AES تعتبر من أكثر خوارزميات التشفير من نوع Symmetric Cipher أكثرها أمناً واستخداماً؟ طبعاً وكما تعودنا في المحاضرات الماضية، سوف نبدأ حديثنا بنظرة أكثر شمولية للـ AES Algorithm، ومن ثم سوف نبدأ تدريجياً التعمق بكل تفصيل يخص هذه الخوارزمية. وكالعادة نبدأ بنظرة شمولية لخوارزميات التشفير حتى نستطيع أن نعرف إلى أين وصلنا في هذا المجال. مجال التشفير طبعا يوجد فيه العديد من تصنيفات خوارزميات التشفير. من أهم هذه التصنيفات هي Symmetric Ciphers، وهي خوارزميات التشفير ذات المفتاح الواحد، و Asymmetric Cipher، وهي خوارزميات التشفير التي تستخدم مفتاح عام لإجراء التشفير ومفتاح خاص لفك التشفير. نحن لازلنا هنا في Symmetric Ciphers، والتي تنقسم إلى قسمين: Block Ciphers و Stream Ciphers. Stream Ciphers تقوم بعملية التشفير لكل بت أو لكل بايت على حدة، وبالتالي هي مفضلة للأجهزة الصغيرة وللتطبيقات التي لديها موارد محدودة، بينما Block Cipher تقوم ب عمل بروسيس للبيانات أو تشفير للباينري بيتس كبلوك كامل، كمجموعة من الباينري بيتس. تكلمنا عن DIS Data Encryption Standard المحاضرة الماضية، والتي هي تندرج ضمن البلوك سايفرز، وفي محاضرة اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن الـ AES. طبعا الـ DIS خوارزمية جدا مهمة، ولكنها الآن لم تعد الستاندرد كريبتو ألغوريثم لعمليات التشفير بسبب إشكالية قصر حجم الكي في ديس ألغوريثم. هذه الإشكالية تم معالجتها بدرجة عالية من الكفاءة في الـ AES، وتكلمنا المحاضرة الماضية في مقدمة عن الـ AES أنها تستطيع أن تدعم كيز بأطوال متفاوتة تبدأ من 128 بت وتصل إلى 256 بت، وذلك للتغلب على أي تقدم قد يحصل في التكنولوجيا يتسبب في تسريع وتيرة البروت فورس أتاك. فبالتالي من المتوقع أن الـ AES سوف تبقى مستخدمة لعشرات السنين القادمة. هنا لو نظرنا إلى الـ AES كصندوق أسود، نجد أن الـ AES تستقبل اثنان من المدخلات كعادة أي Symmetric Cipher. تستخدم في البداية الـ Plain Text، والذي يتكون من 128 بت. إذن الـ Plain Text المدخل إلى الـ AES هو بلوك يتكون من 128 بت بالإضافة إلى الكي. الآن الكي قد يكون بطول 128 بت أو 192 أو 256 بت، فإذا أردت أنك تستخدم الـ AES
بالأوبتيمم سيكيورتي ليفل بأفضل مستوى من الأمان، فبالتالي تستخدم كي بطول 256 بت. إذا استخدمنا كي بطول 256 بت، هذا يعني أن المهاجم يحتاج باستخدام البروت فورس أتاك أنه يجري عدد 2 باور 256 محاولة لكسر الكي في المتوسط طبعا تقسيم 2، وهذا العدد عدد ضخم جدا، يحتاج الأتاكر إلى عشرات السنين حتى يقوم بكسر الـ AES. طبعا من متطلبات الـ National Institute for Standard and Technology أنه خوارزميات التشفير طبعا بعد الدروس المستفادة من الدس، هم طلبوا أنه خوارزمية التشفير الجديدة المعتمدة يكون لديها القدرة على دعم كيز بأطوال مختلفة، فلذلك كان هنالك مقترح الـ AES واللي يستوفي هذا المتطلب، وبالفعل كان هذا المتطلب في محله. هنا كما ترون جدول الـ AES، طبعا مع اختلاف حجم الكي المستخدم يختلف عدد الـ Encryption Rounds التي تتم في كل عملية تشفير. سوف نجد أن الـ AES تستخدم مجموعة من الـ Encryption Rounds، في كل راوند في كل دورة تؤدى نفس العمليات تقريبا. إذا استخدمنا كي بطول 128 بت، فبالتالي نحتاج إلى 10 Encryption Rounds في كل Encryption Process، أي أنه لتشفير بلوك مكون من 128 بت، إذا استخدمنا كي بطول 128 بت، فنحتاج إلى إجراء 10 Encryption Rounds، وسوف نتعرف بالتفصيل على مكونات كل دورة من دورات التشفير. إذا استخدمنا كي بطول 192 بت لتشفير بلوك مكون من 128 بت، فنحتاج إلى 12 Encryption Round. إذا استخدمنا كي بطول 256 بت، فنحتاج إلى 14 Encryption Round. فبالتالي كل ما زاد حجم الكي، كل ما زاد عدد دورات التشفير التي تستخدم في الـ AES algorithm. طبعا عملية الديكريبشن أو فك التشفير تستخدم نفس عدد الراوندز التي استخدمت في عملية التشفير. وهنا وقبل التعمق في الـ AES نستعرض motivation أو نستعرض تحفيز ل إظهار مدى أهمية الـ AES. الـ AES هي حالياً هي الخوارزمية التشفير الأكثر استخداماً من نوع Symmetric Cipher، حيث أنه حسب التقديرات حوالي 50% من البيانات التي يتم تشفيرها باستخدام الـ AES. الـ AES تستخدم في الكثير من الإنترنت Security Protocols، تستخدم في الواي فاي كونكشن، في الفيلان، في الكثير من البروتوكولات الاتصال عبر الشبكات. طبعا حسب التصنيفات الجهات المعتمدة، تم تصنيف الـ AES كخوارزمية التشفير المعتمدة والأكثر أمنا للتوب سيكريت انفورميشن، فالمعلومات عالية السرية ينصح بتشفيرها باستخدام AES algorithm مع استخدام مفاتيح بأطوال 192 إلى 256 بت، فلذلك هي تعتبر الستاندرد والموست امبورتنت symmetric ciphers حاليا، بما أنها الأكثر أهمية إذا يلزمنا التركيز على هذه الخوارزمية كمختصين في مجال أمن المعلومات، لأنها بكل بساطة سوف تكون جزء ومكون رئيسي من أي نظام لأمن المعلومات في أي عمليات إرسال واستقبال للديتا عبر الشبكة،
يجب استخدام الـ AES Encryption. في الـ Network Security Protocols سوف يتم استخدام في مرحلة من المراحل Symmetric Cipher Encryption، واللي هو على الأغلب سوف يستخدم الـ AES Encryption. فلذلك سوف يعني نتناول هذه الخوارزمية بشيء من التفصيل في هذه المحاضرة. هنا نبدأ بأخذ لمحة عامة عن أهم مكونات الـ AES. الـ AES تستخدم ما يسمى بالـ Layers أو الـ Encryption Layers. كل Layer أو كل طبقة من طبقات التشفير تقوم بتوفير خدمات أمنية معينة. ما هي الخدمات الأمنية؟ نذكركم بأهم الخصائص التي يجب أن تتوفر في خوارزميات التشفير، وهي خاصيتي الكونفيوجن والديفيوجن اللي تكلمنا عنهم المحاضرة الماضية في ديس. فسوف نجد أنه كل لاير من الـ AES مسؤول عن توفير أحد هذه الخصائص. تحديدا يوجد ثلاثة layers في الـ AES encryption process. يوجد لدينا الـ key addition layer، واللي هو عبارة عن XOR operation ما بين الـ key أو sub key وما بين الـ block قيد التشفير، بالإضافة إلى الـ byte substitution layer أو ما يسمى اختصارا بالـ SBox، والمسؤول عن توفير خاصية الـ confusion، بالإضافة إلى diffusion layer، وأعتقد أن المسمى يعكس الخاصية أو الخدمة الأمنية التي يقدمها هذا اللاير. Diffusion Layer يحتوي على مكونات تقوم بتوفير خاصية الديفيوجن، وهي تعني نشر أكبر تأثير ممكن لأي تغيير في البيانات على المخرجات، بحيث لا يستطيع المهاجم أن يربط ما بين النص المشفر الحالي ورسالة قديمة تم تشفيرها. إذا امتلك هذا المهاجم هذه الرسالة القديمة والنص المشفر المقابل لها، فأي اختلاف في الرسالة لو كان بـ one binary bit، المخرجات سوف تكون نص مشفر مختلف كليا عن النص المشفر القديم، فنحرم المهاجم من الربط ما بينهم. إذا كل encryption round، كل دورة من دورات التشفير تتكون من layers الموجودة أمامكم هنا، مع استثناء لآخر دورة والتي لا تستخدم sub layer أو مكون جزئي من layer الثالث من diffusion layer. لكن مبدئيا كل دورة من دورات التشفير تحتوي على ثلاثة layers الموجودين هنا أمامكم. عملية التشفير أو الـ Encryption Process تحتوي على عدد من دورات التشفير، فإذا استخدم، نذكركم في المعلومات السابقة، إذا استخدمنا كي مثلاً بطول 128 بت، فسوف يكون لدينا 10 Encryption Round، 10 دورات من دورات التشفير في كل مرة، في كل عملية تشفير. داخل كل دورة يتم تنفيذ 3 Layers. وهكذا. هنا نبدأ بالتفصيل أكثر وأكثر عن كل واحد من الإنكريبشن لايرز، كل طبقة من طبقات التشفير في الـ AES algorithm. نبدأ بالـ Key Addition Layer. في عملية الـ Key Addition يتم عمل XOR Operation ما بين كل بت موجود في البلوك قيد التشفير، فالبلوك قيد التشفير بطول 128 بت، وأيضا كل بت يقابل في الكي. أيضا الكي بلوك المستخدم يتكون من نفس عدد البت وهو 128 بت. مخرجات الكي أديشن لير سوف تكون مدخلات إلى البايت سبستيوشن لير. لير الثاني البايت سبستيوشن، كل عنصر من البلوك قيد التشفير ويسمى الآن الستيت، يتم عمل ترانسفورميشن أو نون لينير ترانسفورميشن له من خلال لوك أب تيبلز. طبعا اللوك أب تيبلز
عملية الاستبدال بلوك أب تيبلز هو عبارة عن تنفيذ بشكل ضمني مجموعة من العمليات الرياضية وغير الرياضية والتي من شأنها توفير خاصية الكونفيوجن للديتا. إذا من خلال البايت سبستيتيوشن لاير نقوم بتوفير خاصية الكونفيوجن والتي تعني باختصار إخفاء أي علاقة ما بين المخرجات أو السايفر تكست وما بين المدخلات أو الكي. إذا سوف نرى أنه سوف يحدث عملية استبدال من خلال لوك أب تيبلز، لكن عملية الاستبدال هي تنفيذ لمجموعة من العمليات الرياضية في الاس بوكس. لير الثالث أو الديفيوجن لير هو المسؤول عن توفير خاصية الديفيوجن. من خلال هذا اللير يتم تنفيذ تو سب لايرز. إذا الديفيوجن لير يستخدم تو سب لايرز كلاهما ينفذ within diffusion layer. الأول هو shift row حيث يتم عمل rotation أو shift للروز حيث يتم تمثيل المجموعة الباينري بيتس الموجودة في الستيت التي هي قيد التشفير، يتم تمثيلها باستخدام matrix. من خلال shift row يتم عمل rotation أو shift للصفوف الموجودة في هذا الماتريكس، وأيضا يتبعها عملية mix column ومن خلالها يتم عمل mix أو خلط للكولومز اللي موجودة في الماتريكس. طبعا الغرض من shift row والmix column هو عمل mix وخلط للباينر بيتس في المدخلات، بحيث إذا عدلنا على أي بت في أي موضع أثر هذا التعديل سوف يتأثر به العديد من الباينري بيتس في المخرجات. فلو كانت لدينا الرسالة مرحبا بكم في جامعة الجميع الذكية، حولنا وكان يقابلها نص مشفر معين، جينا جربنا نشفر رسالة أخرى بدل مرحبا بكم أهلا بكم في جامعة الجميع الذكية، سوف نجد أن النص المشفر الذي يقابل الرسالة الثانية مختلف تماما عن النص المشفر الأول الذي يقابل الرسالة الأولى، فبالتالي لا يستطيع المهاجم الربط ما بين الرسالتين، وكل هذا بسبب خاصية الديفيوجن. لاحظوا هذه كلمة مرحبا وأهلا تحتوي على مجموعة من الباينري بيتس، فبسبب عمليات الشيفت رو والميكس كولوم التي تحدث داخل الـ AES هذا التعديل على مجموعة الباينر بيتس سوف يترتب عليه تعديل في مواضع مختلفة في المخرجات أو في السايفر تكست المخرج، وسوف نتعرف بالتفصيل على هذه العمليات بعد قليل. نعم، طبعا هنا بعض المعلومات العامة حول الـ AES algorithm. هي تستخدم one key، هذا الكي أو الprivate key يجب أن يكون مشترك ما بين المرسل والمستقبل، إذن هي من نوع symmetric cipher. من خلال هذا الكي يتم حساب مجموعة من السب كيز، كل سب كي يكون مدخل لكل encryption round. إذن يوجد لدينا key schedule algorithm، هذه الخوارزمية تعمل ضمن الـ AES encryption وdecryption، مسؤوليتها هي حساب السب كي الذي سوف يكون مدخل لكل راوند. نعم، طبعا الـ AES بخلاف DIS يستخدم عمليات رياضية، هذه العمليات تجرى ضمن ما يسمى بالـ Gaussian Field. الـ Gaussian Field Computations هي عبارة عن عمليات رياضية تؤدى على Finite Set of Elements، مجموعة منتهية من العناصر. سوف نتعرف باختصار على القواعد الرياضية التي تحكم هذه العمليات أو ما يسمى بالبولينوميال أريثمتيك، ولكن طبعا التركيز الأكبر سوف يكون على عمليات التشفير وفك التشفير في الـ AES وفهم هذه المكونات. نعم، هنا كما ترون
كما ترون هذا المخطط العام لعملية التشفير للـ AES algorithm. في هذا المخطط سوف نبدأ من المدخلات. هذا هو عبارة عن الـ plain text المدخل، والذي يتكون من 128 بت. هنا هذا بلوك مكون من 128 بت، سوف يكون مدخل للـ AES encryption process. إذن هذا المخطط يخص عملية تشفير واحدة. في كل عملية تشفير يوجد تنفيذ لعدد من الدورات أو الـ encryption rounds. لاحظوا الآن هنا في البداية وقبل البدء بالـ encryption round رقم واحد، سوف يكون لدينا عملية ابتدائية وهي الـ key addition layer، تنفيذ لـ key addition بشكل منفرد قبل البدء بأي دورة من دورات التشفير. في خلال الـ key addition layer يتم تنفيذ عملية XOR operation ما بين الـ 128 بت التي تمثل الـ plain text والتي أصبحت تسمى الآن state، وما بين الـ 128 بت القادمة من sub key. هنبدأ بالـ sub key رقم 0، واللي هو تم اشتقاقه من الـ private key الرئيسي المشترك ما بين المرسل والمستقبل. فلاحظوا لدينا هنا key scheduling algorithm. وظيفة هذه الكي سكيدجولينج إنها تقوم باشتقاق من خلال ما يسمى بالترانسفورميشن، تقوم باشتقاق سب كيز. كل سب كي سوف يكون مدخل لكل انكريبشن راوند. بما أنه نبدأ من السب كي رقم 0 ومن ثم الانكريبشن راوند رقم 1 يكون مدخل لها السب كي رقم 1، إذا يوجد لدينا 11 سب كي في حال استخدمنا كي بطول 128 بت. إذا استخدمنا كي بطول 128 بت، هذا يعني أنه لدينا 10 encryption rounds. طيب إذا كان لدينا 10 encryption rounds، نحتاج إلى السب كي رقم 0 حتى نقوم بإجراء الكي addition layer المبدئي، ونحتاج إلى سب كي لكل encryption round. إذا نحتاج إلى عدد encryption rounds زائد 1. وهكذا إذا استخدمنا كي بطول 196 بت، إذا يوجد لدينا عدد 12 encryption round، فنحتاج إلى 13 sub key، وهكذا. طيب إذا ماذا يحصل في كل round؟ طبعا كما نعلم أن مخرجات الكي addition layer هي أيضا بلوك مكون من 128 بت. الآن هذا البلوك سوف يكون مدخل إلى الانكريبشن راوند رقم 1 داخل الانكريبشن راوند رقم 1، وهذا مشترك ما بين جميع الانكريبشن راوند. نبدأ بالبايت سبستيوشن لاير. البايت سبستيوشن لاير مسؤول عن توفير خاصية الكونفيوجن. من ثم نبدأ بالديفيوجن لاير. لاحظوا الآن الديفيوجن لاير يحتوي على 2 سب لايرز مسؤول عن توفير خاصية الديفيوجن. أيضا هنا كما ترون في الديفيوجن لاير يتم تنفيذ شيفت رو والميكس كولوم من أجل تعزيز خاصية الديفيوجن. وفي نهاية الانكريبشن راوند يتم تنفيذ الكي اديشن لاير، وهو عبارة عن اكس اور اوبريشن ما بين مخرجات الديفيوجن لاير، والمخرجات هي أيضا بلوك مكون من 128 بت وما بين السب كي رقم 1. السب كي رقم 1 هو مفتاح فرعي تم اشتقاقه من خلال الكي سكيدجول الجوريثمز، وأيضا يتكون من 128 بت. الآن المخرجات للكي اديشن لاير هي مخرجات الانكريبشن راوند رقم 1، والتي سوف تكون مدخل إلى الانكريبشن راوند رقم 2. في الانكريبشن راوند رقم 2، رقم 3 إلى آخره يتم تنفيذ نفس الانكريبشن لايرز، يعني نبدأ بالبايت سبستيوشن. طبعا هنا هذا استثناء الكي اديشن لاير، ليس داخل ضمن الراوند رقم 1. الآن في الراوند رقم 2 نبدأ بنفس اللاير، البايت سبستيوشن والديفيوجن لاير وأيضا الكي اديشن لاير الأخير. لاحظوا هذه الثلاثة لايرز
سوف تكون منفذة وبنفس الترتيب في كل راوند، ما عدا الراوند الأخيرة يوجد استثناء بسيط وهو عدم تنفيذ الميكس كولوم سبلاير. ففي الراوند الأخيرة هنا كما ترون يتم تنفيذ البايت سبستيوشن، يتم تنفيذ الشيفت رو من الديفيوجن لاير، ويتم تنفيذ الكي اديشن لاير مع استثناء الميكس كولوم سبلاير حتى يكون هنالك توافق ما بين عملية الانكريبشن وعملية الديكريبشن، والتي سوف نرى أنها تعكس عملية الانكريبشن. فسوف نجد أنه أول دورة من دورات فك التشفير أيضا لا تستخدم الميكس كولوم سبلاير. هذا ببساطة المخطط العام لعمليات التشفير. الكي اديشن لاير هي اكس اور اوبريشن. البايت سبستيوشن لاير يتم تقسيم الباينري بيتس الى بايتس، لذلك الاي اس هي بايت اورينتد كريبتو الجوريثم. كل بايت يعني كل 8 بيتس يتم استبدالها من خلال الاس بوكس في البايت سبستيوشن، يتم استبدالها ببايت اخر. هذا الاستبدال يتضمن عمليات رياضية وغير رياضية، وهي non-linear operation لإخفاء أي علاقة ما بين المدخلات والمخرجات. بعد عملية الاستبدال تبدأ عملية الديفيوجن، والتي يتم فيها خلط الباينري بيتس الموجودة في البلوك ببعضها حتى نعزز الديفيوجن وننشر أي أثر أي تعديل يحصل على أكبر كمية ممكنة من الباينري بيتس في المخرجات، ومن ثم نختم ب key addition أو XOR operation ما بين sub key وما بين المخرجات للديفيوجن layer. تكرر هذه العملية بعدد من الدورات حتى نصل في النهاية إلى المخرج النهائي، وهو أيضا بلوك مكون من 128 بت يمثل سافر تكست. في حال كان لدينا المدخلات يوجد فيها عدد أكبر من الباينري بيتس، يتم تقسيمها إلى بلوكس، كل بلوك مكون من 128 بت، ويتم تكرار نفس هذا الانكريبشن بروسيس على كل بلوك حتى نحصل على المخرجات. نعم. طيب إذا ماذا يحصل داخل كل لاير؟ طيب إحنا تكلمنا عن البايت سبستيوشن لاير، تكلمنا عن ديفيوجن لاير والذي يحتوي على شيفت رو وميكس كولوم لايرز. طيب ما هي العمليات التي تحدث داخل كل لاير أو كل طبقة؟ هنا سوف نبدأ بالنظرة بشكل أكثر تفصيلا على كل مكون من مكونات الـ AES. هنا نرى الـ Internal Structure of AES Algorithm. لاحظوا هذه نظرة أكثر قربا للـ AES algorithm. هنا كما ترون يتم تقسيم الباينري بيتس المدخلة إلى بايتس. فإذا كان لدينا 128 باينري بيت، هذا يعني أنه لدينا 16 بايت في المدخلات. 16 بايت يتم تنظيمها في ماتريكس هي 4 صفوف بأربع أعمدة. هنا هذا التنظيم هو تنظيم منطقي أو لوجيكالي حتى نستطيع فهم عمليات الشيفت رو والميكس كولوم التي سوف نستعرضها لاحقا. في البداية كل بايت يكون مدخل إلى البايت سبستيوشن لاير. داخل البايت سبستيوشن لاير يوجد ما يسمى بالأس بوكس، فكل بايت يتم استبداله من خلال الأس بوكس ببايت آخر. يوجد لدينا فقط S بوكس واحد في الـ AES، يدخل إلى هذا الـ S بوكس 1 بايت، يخرج منه أيضا 1 بايت. من ثم يبدأ البايت أو يبدأ الـ Diffusion Layer. لاحظوا أن الـ Diffusion Layer مكون من Shift Row و Mix Column. في Shift Row كما تلاحظون الآن هي عبارة عن Permutation أو إعادة تغيير لمواقع الباينري بيتس من خلال عمليات الشفت. من ثم ميكس كولوم يتم
ضرب الباينري بيتس بمصفوفة أخرى ويتم خلطها وعمل ميكس لها حتى يتم تعزيز خاصية الديفيوجن كما سوف نرى بالتفصيل لاحقا. المخرجات للميكس كولوم سوف تكون مدخلات إلى الإكس أور أوبريشن النهائية. لاحظوا هذه مخرجات الميكس كولوم سبلاير، أيضا يوجد لدينا 16 بايت، من ثم يتم عمل إكس أور أوبريشن بيت باي بيت ما بين كل بيت موجود في الستيت هنا وما بين البيتس الموجودة في السبكي. المخرجات أيضا 128 بيت. هذه هي مخرجات الإنكريبشن راوند والتي سوف تكون مدخلات للراوند التي بعدها وهكذا. هنا طبعا معلومات عامة عن الانترنال ستراكشر اللي تكلمنا عنه قبل قليل. هنا ترون انه يعني المدخلات يتم توزيعها الى 16 بايت، المخرجات ايضا هي 16 بايت، وهنا يستعرض التفاصيل اللي تكلمنا عنها قبل قليل في الشكل السابق. هنا مثلا يتكلم عن انه اول لاير هو البايت سبستيوشن لاير في كل انكريبشن راوند، والتي من خلاله يتم استبدال كل بايت ببايت آخر. أيضا يوجد لدينا الديفيوجن لاير والذي يتكون من الشيفت رو والميكس كولوم سب لاير، وأخيرا الإكس أور أوبريشن ما بين المدخلات والمخرجات. طبعا الدس الـ AES تختلف عن الدس من ناحية أنه الـ AES هي بايت أورينتد، بمعنى أنه يتم التعامل مع المدخلات as bytes وليس bits. طبعا هنا إشارة إلى أنه يوجد استثناء في بداية عملية التشفير، يوجد XOR operation ما بين المدخلات والسبكي رقم 0 كما رأينا في الأشكال السابقة. هنا توضيح للماتريكس، لاحظوا هنا المدخلات اللي هي البايتس من A0 إلى A15 يتم تقسيمها ضمن array أو ماتريكس أربع صفوف بأربع أعمدة. نبدأ بالبايتس الأربعة الأولى من A0 إلى A3 ومن ثم من A4 إلى A7 وهكذا وصولا إلى A15. الكيز أيضا يتم تقسيمهم كبايتس ويتم تنظيمهم داخل ماتريكس. إذا كان الكي مكون من 128 بت فسوف نجد المصفوفة من K0 إلى K15. نبدأ بأول 4 بايتس من K0 إلى K3 من ثم من K4 إلى K7 وهكذا. إذا كان الكي مكون من 192 بت فبالتالي سوف يكون لدينا أيضا 8 بايتس إضافية من K16 إلى K23 وهكذا. طيب هنا نبدأ بالتفصيل بكل لير، نبدأ بالبايت سبستيتيوشن لير واللي من خلاله يتم عملية استبدال كل بايت ببايت آخر. عملية الاستبدال تتم من خلال لوك أب تيبل أو ما يسمى بالاس بوكس في الـ AES. فكما تلاحظون هنا الآن مدخل الاس بوكس هو بايت ومخرج الاس بوكس هو بايت آخر. عملية الاستبدال هي عملية غير خطية هنا الآن، من خلالها يتم استبدال كل عنصر مدخل بعنصر آخر موجود داخل الجدول. عملية السبستيوشن هي 1-to-1 mapping، بمعنى أنه كل مدخل له فقط مخرج وحيد يقابله. في خلال عملية الديكريبشن سوف نستخدم S بوكس آخر أو S تيبل آخر يعكس الجدول المستخدم في المدخلات. لاحظوا هنا الآن هذا هو الجدول المستخدم في البايت سبستيوشن لير أو S بوكس. هنا المدخلات هي عبارة عن بايت، يتم أخذ الأربعة بيتس على اليسار حتى تمثل رقم الصف والأربعة بيتس على اليمين حتى تمثل رقم العمود، وتقاطعهم هو عبارة عن البايت المخرج
فمثلا لو كان البايت المدخل هو عبارة عن البايت مثلا C2 هو البايت المطلوب عمل substitution أو استبدال له، فنأخذ البايت على اليسار اللي هو يمثل الـ X، لاحظوا هنا C، والبايت على اليمين اللي هو يمثل الـ Y اللي هو الرقم 2، فنأخذ نقطة تقاطعهم نجد أنهم يتقاطعون في الرقم 25 أو البايت 25. هذا هو المخرج لعملية substitution، فالـ C2 يتم استبدالها ببايت آخر وهو البايت 25، ولا يوجد علاقة خطية ما بين المدخلات والمخرجات. فهذه هي عملية substitution من خلال الجدول. بالطبع هذه العملية تحتوي ضمنيا على عمليات رياضية وغير رياضية كما سوف نرى بعد قليل. فهنا هذا المثال الذي استعرضناه، طبعا هنا الأرقام ممثلة باستخدام الهكساديسيمال representation. هنا لدينا C2 مدخل، المخرج هو 25، فهنا أيضا يتم تمثيلها كبايت كبيتس كمجموعة من البيتس. طبعا كل 4 بيتس تستخدم لتمثيل خانة واحدة أو ديجيت واحد في الهكساديسيمال، وهذه هي المخرجات ولا يوجد أي علاقة فيما بينهم. طيب عملية الاستبدال ضمنيا تقوم بتنفيذ 2 من العمليات الرئيسية. العملية الأولى هي الانفرس. ماذا نعني بالانفرس؟ إيجاد المعكوس أو الانفرس هي عملية سوف تتكرر معنا بكثرة في خوارزميات التشفير الحديثة. سوف تتكرر معنا هذه العملية في الـ RSA Encryption Public Key Crypto System. سوف نتطرق إلى هذه العملية بالتفصيل عند دراستنا للـ RSA. تعريف الانفرس أو المالتيبليكاتيف انفرس هو العنصر الذي إذا ضربناه بعنصر معين يعطينا القيمة المحايدة في عملية الضرب أو الرقم 1. فمعكوس مثلا القيمة 7 أو معكوس القيمة 9 عفوا مود 26 هي القيمة اللي إذا ضربناها ب9 والناتج أخذنا له باقي القسمة على 26 هيعطينا العنصر المحايد في عملية الضرب وهو القيمة 1. إذا ما هي القيمة اللي إذا ضربناها ب9 والناتج أخذنا مود 26 نحصل على 1؟ طبعا الإجابة هي القيمة 3. إذا 3 هي المالتيبليكاتيف انفرس أو المعكوس الضربي، معكوس في عملية الضرب للقيمة 9، لأنه 3 ضرب 9 يساوي 1 مود 26. هنا طبعا نحن نتكلم عن polynomial arithmetic. الآن يتم توزيع البيانات على بايتس، كل بايت يتم تمثيله ب polynomial، وبالتالي هنا نتكلم عن الانفرس باستخدام البولينوميالز. فبالتالي العملية الأولى هي إيجاد الانفرس المعكوس وهي عملية رياضية ولكنها نون لينير اوبريشن. العملية الثانية هي الأفاين مابينج، حتى نقوم بتدمير أي علاقة رياضية ما بين المدخلات والمخرجات نقوم بعملية أفاين ترانسفورميشن أو أفاين مابينج، واللي من خلالها يتم ضرب مصفوفة المدخلات الماتريكس المدخلة بمصفوفة أخرى وإجراء عملية رياضية حتى نحصل على البايت أو المخرج النهائي. فإذا عملية البايت سبستيتيوشن لير يتكون من أولا إيجاد الإنفرس ومن ثم عملية الأفاين مابينج. هنا يوجد لدينا جدول يساعدنا في إيجاد الإنفرس أو المعكوس.
جدول شبيه بالاس بوكس لكنه طبعا القيم مختلفة هنا. فمثلا إذا كانت المدخلات هي الرقم 9 3 9 تمثل الصف و3 تمثل الكولوم، فنقطة تقاطعهم في 6D، ف6D هي الانفرس ل93. فهذا يعني أنه لو ضربنا القيمة as polynomial، إذا مثلناها باستخدام الحدود اللي هي تبدأ من x0 إلى x power 7، وضربناها أيضا بالرقم 6D بعد تمثيله as polynomial كحد مكون من x0 إلى x power 7، الناتج يعطينا القيمة 1 وهكذا. طبعا المود هنا نستخدم ما يسمى بالirreducible polynomial، وهو مكافئ للمود في عملية الضرب للانتجر نمبر، يعني هو مكافئ للرقم 26 في السيزر سايفر. من ثم بعد عملية إيجاد الانفرس تبدأ عملية الأفاين مابينج. الأفاين مابينج كما تلاحظون نأخذ المدخلات اللي هو عبارة عن 1 بايت، عبارة عن 8 بيتس. هنا يتم تقسيمها من البيت B0 إلى B7 ويتم ضربها بهذه المصفوفة. طبعا هذه المصفوفة هي ضمن الـ AES Specification، ففي أي كتاب سوف تجدون هذه المصفوفة. يتم عمل Bit Matrix Multiplication، من ثم الناتج نقوم بعمل جمع أو Addition Mode 2 له مع الفيكتور الموجود هنا، وأيضا هو ثابت ضمن مواصفات الـ AES، فلذلك كلا الطرفين المرسل والمستقبل يستخدمون نفس هذه المواصفات. المخرجات طبعا هو عبارة عن فيكتور مكون من 8 بيتس أو 1 بايت اللي هي مخرجات الـ Byte Substitution Layer. طبعا عملية الانفرس ايجاد المعكوس وعملية الافاين مابينج تم اختصاره من خلال الجدول الاول اللي شفناه اللي هو الاس بوكس في الاي اي اس الجوريثم. يعني لما نستبدل باستخدام الاس بوكس كأن اجرينا انفرس وكأن اجرينا ايضا افاين مابينج. فاللوك اب تيبل او البايت سبستيوشن S-Books هو يعني اختصار أو طريقة سهلة من خلالها نستطيع إيجاد المخرجات لعملية الانفرس والأفاين مابينج. فهنا كما تلاحظون، هنا لاحظوا لو بدأنا بهذا المدخل، المدخل هو عبارة عن 1 بايت عند تمثيله باستخدام الهكساديسيمال نوتيشن، يظهر لنا رقم C2 تدخل إلى عملية الانفيرجن أو إيجاد الانفيرس البولينوميال انفيرس. المعكوس لها من خلال الجدول، طبعا يوجد لدينا جدولين رأيناهم الآن. الجدول الأول اللي هو يوضح المخرجات النهائية لعملية البايت سبستيوشن، الجدول الثاني هو جدول المعكوس اللي يوضح معكوس كل مدخل. فإذا استخدمنا جدول المعكوس أو الانفيرس تيبل نجد أنه معكوس C2 هو الرقم 2F، فبالتالي حاصل ضربهم يعطينا العنصر المحايد في عملية الضرب. الـ 2F أو المعكوس سوف يكون مدخل إلى الـ Affine Mapping أو الـ Affine Transformation. مخرجات الـ Affine Transformation بعد ضرب هذا البايت بالماتريكس اللي شفناها في السلايد السابق وعمل جمع مع الـ Bit Vector نحصل على هذا المخرج واللي هو يمثل الرقم 25. هذا المخرج يمثل المخرج النهائي للبايت سبستيوشن لاير. لذلك لو دخلنا C2 زي ما شفنا في المثال قبل قليل إلى الجدول الأول سوف نحصل على القيمة 25. هنا أردنا التوضيح فقط أنه عملية السبستيوشن تمر بمرحلتين، المرحلة الأولى هي إيجاد الإنفرس والمرحلة الثانية هي الأفاين Mapping أو Affine Transformation. هنا كما ترون توضيح للبايت Substitution Layer.
الـ inversion operation هي الـ core function في الـ byte substitution، وهي توفر درجة من الـ non-linearity أو عدم وجود علاقة خطية ما بين المدخل والمخرج، وتساهم في تأمين هذه الخوارزمية ضد الـ cryptanalytical attacks. الـ affine transformation تقوم بهدم أي علاقات رياضية جبرية ما بين المدخلات والمخرجات حتى لا يتم الاستفادة من هذه العلاقة في تحليل رياضي ما بين المخرج والمدخل، وبالتالي إيجاد نقطة ضعف أو ثغرة في هذه الخوارزمية. هنا بعد انتهاء البايت سبستيوشن أو أحيانا يسمى الكونفيوجن لاير، يبدأ الديفيوجن لاير. Diffusion layer يتكون من 2 sublayers، Shift Row والMix Column. طبعا كما ترون هنا الآن Shift Row والMix Column كلاهما يسعون لتوفير خاصية Diffusion، وهي بكل بساطة إذا كان لدينا المدخل، طبعا نشرحها من خلال مثال. إذا كان لدينا المدخل بهذا الشكل، هذا الرسالة الأولى وهذا الرسالة الثانية، لاحظوا الاختلاف ما بينهم فقط في 1 binary bit، لكن يقابلهم هذا النص المشفر للرسالة الأولى وهذا النص المشفر للرسالة الثانية. طبعا إذا كانوا بهذه الطريقة فهذا خاطئ. لماذا؟ لأنه لاحظ النصين المشفرين هما نفس الشيء، الاختلاف فقط في binary bit الأول. إذا يستطيع أوسكار أو المهاجم يكتشف إنه هذا النص المشفر يخص نفس الرسالة الأولى فقط مع تعديل بسيط، مع تعديل 1 binary bit، وهذا لا نريده. Diffusion property تهدف إلى توفير التالي، إنه إذا كان الاختلاف ما بين المدخلات لو اختلاف بسيط، المخرجات، لاحظ هنا الآن هذا السيناريو الصحيح، المخرجات سوف يكون مختلف تماما. لاحظ لو قارنت y1 وy2 هنا سوف تجد ان y2 مختلفة تماما عن y1، على الرغم ان y2 هي تشفير رسالة plain text يوجد فيها اختلاف بسيط فقط عن الرسالة الاولى. فبالتالي انت حرمت المهاجم من معلومات هامة من خلالها يستطيع ايجاد تطابق ما بين المدخلات. هذا المقصود بالديفيوجن. كيف نستطيع توفير هذه الخاصية؟ من خلال الشيفت رو والميكس كولوم. ماذا يحدث داخل الشيفت رو والميكس كولوم؟ نبدأ بالشيفت رو. داخل الشيفت رو كما تلاحظون هنا الآن لدينا مصفوفة المدخلات، هنا تحدثنا عنها مسبقا. الصف الأول لا يحصل عليه أي عمليات شيفت، تبدأ عمليات الشفت واللي هي عبارة عن روتيشن أو ليفت روتيشن من الصف الثاني. نقوم بعمل شفت بمقدار 1 position أو 1 byte. فلاحظوا الصف الثاني عملنا شفت إلى اليسار هنا. لما نعمل شفت أو روتيشن باتجاه اليسار، B5 يصير هو الأول، B9 يصير هو الثاني، وهكذا. B1 لأنه هو روتيشن، فB1 راح إلى أقصى اليمين. الآن الصف الثالث نعمل shift بمقدار 2 positions، بمقدار 2 bytes، فبالتالي لاحظ هنا البي 10 صار هو البايت الأول، البي 14 صار البايت الثاني، وهكذا البي 2 صار هو مكان بي 10، وهكذا. في الصف الأخير نقوم بعمل أيضا shift بمقدار 3 positions أو 3 bytes، فبالتالي لاحظ هنا البايت 15 أصبح هو البايت الأول، البايت 11 عملنا شيفت بمقدار 1 2 3، فبالتالي البايت 11 صار هو البايت الأخير، وهكذا. من ثم حتى نعمل ميكس للكولومز نقوم بالضرب بمصفوفة أخرى، هذه المصفوفة عناصرها polynomials أو bytes. طبعا هذه المصفوفة ثابتة ضمن الـ AES specification. فنأخذ أول كولوم اللي هو بعد عمليات الشفت أصبح بهذا الشكل من B0 إلى B15.
نضرب بهذه المصفوفة، فنأخذ كل كولوم نضرب بكل رو حتى نحصل على 1 بايت، وأيضا نضرب هذا الكولوم بالرو الثاني حتى نحصل على البايت الثاني. لاحظوا هنا عمليات ميكس للباينري بيتس داخل نفس الكولوم، يعني أي تعديل على بي 0 هنا الآن لو عدلنا على 1 باينري بيت في بي 0 هذا التعديل سوف يؤثر ب سي 0 هنا وسي 1 وسي 2 وسي 3، يعني سوف يؤثر على كل البايتس في نفس الكولوم. الآن مع استمرار تكرار عمليات الشيفت والميكس كولوم في كل راوند سوف نجد أنه أي تعديل على أي بايت سوف يتأثر في كل البايتس في المخرجات تقريبا، وهذه هي خاصية الديفيوجن. طبعا هنا العناصر هي عبارة عن polynomials. كيف يعني polynomials؟ يعني كل عنصر عبارة عن 1 بايت 8 بيتس. فلو بدأنا بالعنصر هذا هنا 1 1 0 هو عبارة عن 1 والباقي أصفار 7 أصفار. لما نمثله كبولينوميال كعنصر ضمن الـ 2 power 8 اللي هو الفيلد أو الفاينايت فيلد المستخدم في الـ AES يتم تمثيله بالقيمة 1 اللي هو x power 0. العناصر في الـ AES تبدأ من x power 0 وتصل إلى x power 7. طيب x power 0 اللي هو 1، طيب القيمة 2، القيمة 2 كباينري بيتس هي 0 1 والباقي أصفار، واللي يتم تمثيلها ك، لاحظوا الآن الأصفار هنا عبارة عن coefficients مضروبة بالحدود اللي هي تبدأ من x power 0 إلى x power 7، فصفر ضرب x power 0 الناتج صفر. هنا لدينا 1، 1 ضرب x power 1 الناتج x، لذلك الرقم 2 يتم تمثيله ب x كبولينوميال. رقم 3 اللي هو 1 1 والباقي أصفار يتم تمثيله ب 1 زائد x، وهكذا. الرقم 4 على سبيل المثال اللي هو عبارة عن 0 0 1 والباقي أصفار يتم تمثيله ب طبعا 1 غير موجود لأن الكوفيشنت اللي يقابله 0، x غير موجود لأن الكوفيشنت اللي يقابله 0 يتم تمثيله ب x تربيع. x تربيع الآن موجودة لأن الكوفيشنت اللي يقابلها هو 1، فبالتالي 4 يتم تمثيلها ب x تربيع، وهكذا. طبعا لدينا الريدوسبل بولينوميال اللي هو يقابل المود في حال تجاوز العنصر الحد x باور 7 يتم عمل ريدكشن له باستخدام هذا البولينوميال. هنا مثال فقط، حناخذ مثال بسيط على البولينوميال اوبريشنز واللي تتم عاده في الميكس كولوم سب لاير. لدينا 2 ضرب 25 في الـ AES Arithmetic، وهنا سوف يعني نتكلم عن مقدمة مختصرة عنها. هنا لا يتم إجراء عمليات ضرب على أرقام صحيحة، هنا يتم إجراء عمليات الضرب على polynomials بالشكل التالي: 2 يقابلها الحد x، 25 يقابلها الحد 1 زائد x تربيع زائد x باور 5. طيب كيف أجدت هذه المعادلة؟ الـ 25 في البداية من أبسط طرق التحويل نحولها إلى باينري بيتس، فحتعطينا الباينري بيتس 5 1 0 1 0. طيب الرقم 2 هيعطينا الباينري بيتس 0 1 0 0. نبدأ الآن، إذا كان الكوفيشنت 1 إذا الحد اللي يقابله موجود، نبدأ من x باور 0، x باور 0 هي 1 زائد x باور 1 يقابلها 0 إذا هي غير موجودة، x باور 2 يقابلها 1 إذا هي موجودة، فلدينا x تربيع. ونكمل الحد، تذكروا يبدأ من x باور 0 إلى x باور 7 زائد
إكس باور 3 غير موجودة لأن الحد اللي يقابلها 0، إكس باور 4 غير موجودة الحد اللي يقابلها 0، إكس باور 5 موجودة الحد اللي يقابلها عفوا 1، إذن هي موجودة، إكس باور 6 غير موجودة، إكس باور 7 غير موجودة الحد اللي يقابلهم 0، فبالتالي حصلنا على هذه المعادلة وهي نفس المعادلة الموجودة هنا والتي تمثل الرقم 25 وX تمثل الرقم 2. حاصل ضربهم طبعا كما ترون هو X زائد X تكعيب زائد X باور 6. وهنا أيضا مثال آخر على ضرب القيمة 25 بالقيمة 3 ونحصل على هذه المعادلة. في حال تجاوزنا الرقم، يعني طلع عندنا الرقم X باور 8 أو أكثر، نقوم بعمل ريدكشن باستخدام الإرريدوسبل بولينوميال. هنا مثال على جمع كثيرات الحدود هنا الآن. لاحظوا الآن 1 زائد 1 اللي هي X باور 0، X باور 0 الناتج 0، ولدينا هنا 1 فبالتالي تظهر عندنا في المخرجات. هنا X مع X يتم اختصارها، فإذا كان التكرار زوجي يتم إلغاء الحد لأنه X زائد X 2X الكوفيشنت يجب أنها تكون 0 أو 1، فبالتالي الاثنين نأخذ لها مود 2، فالكوفيشنتس أريثماتيك هي عبارة عن addition operation مود 2، فيطلع عندنا 0 في X فبالتالي 0. هنا X تربيع مع X تربيع يتم اختصارها، لكن لدينا X تربيع هنا فتنزل في المخرجات. X باور 5 مع X باور 5 يتم اختصارها، X باور 3 مع X باور 3 يتم اختصارها، لدي هنا X باور 5 فتظهر عندي في المخرجات، X باور 6 مع X باور 6 يتم اختصارها. فهذا المخرج لعملية الجمع الموجودة هنا كما ترون. الآن مخرجات الميكس كولوم سبلاير يتم عمل بكل بساطة XOR لها، واللي هي عبارة عن XOR ما بين كل باينر بيت موجود في المدخل وكل باينر بيت موجود في السب كي حتى نحصل على المخرجات. نعم، هنا نستعرض لكم الكي سكيجولينج ألجوريثم. نحتاج أن نعرف أنه مهمة الكي سكيجولينج ألجوريثم هي اشتقاق مجموعة من السب كي، كل سب كي يكون مدخل لكل انكريبشن راوند. فبالتالي نبدأ ب 1 برايفت كي ونشتق منه عدد 11 أو أكثر من السب كي. ليش ذكرنا الرقم 11؟ لأنه طبعا إحنا نحتاج إلى 10 دورات تشفير إذا كان الكي بطول 128 بت وهو أقل قيمة ممكنة في الـ AES. وبالتالي إذا كان لدي 10 دورات للتشفير إذا أحتاج إلى 11 سب كي. السب كي رقم 0 حتى أقوم بعمل Initial XOR Operation مع المدخلات، ومن ثم سب كي لكل انكريبشن راوند من العشرة انكريبشن راوند. إذا المجموع نحتاج إلى 11 انكريبشن راوند، إلى 11 سب كي عفوا. الكي سكيجولينج ألجوريثم تستخدم الووردز، كل وورد مكون من 32 بت، فبالتالي إذا كان لدي 11 سب كي فأحتاج إلى عدد من الووردز يساوي 44 وورد يتم ترقيمها من الوورد رقم 0 إلى الوورد رقم 44. الآن أول مجموعة من الوردز يتم أخذها مباشرة من السب كي، تحديداً نتكلم عن كي بطول 128 بت. إذا قسمناه إلى وردز نجد أنه هذا الكي يعطينا 4 وردز، كل وورد تتكون من 32 بت، فبالتالي أول أربعة وردز نأخذها من السب كي رقم 0 كما هي، أو أول أربع ووردز هي السب كي رقم 0 والتي تؤخذ من المفتاح الرئيسي. من ثم نبدأ باشتقاق كل سب كي بحيث يتم اشتقاق كل وورد بناء على الووردز اللي استخدمت في الراوند السابقة. طبعا الشكل التالي هنا يوضح هذه الآلية. فلاحظوا الراوند كي رقم 0 هو نفس السب كي الرئيسي المستخدم في عملية التشفير،
تم تقسيمه إلى أربع words ابتداء من word 0 إلى word 3. طيب الآن نريد السبكي رقم 1 اللي حيكون مدخل إلى الانكريبشن راوند رقم 1. كيف سوف نحصل عليه؟ سوف نحصل عليه من خلال العمليات التالية. لاحظوا الword رقم 4 اللي هي الword الخامسة لأن بدأنا الترقيم من 0، هي عبارة عن حاصل عمل XOR operation ما بين الword التي تقابلها من الدورة السابقة اللي هي الword رقم 0 ومخرجات الG function اللي هي أيضا 32 بت أو 1 word سوف نتعرف عليها الآن. هذه سوف تكون تمثل الword رقم 4. طيب الword رقم 5 كيف نحصل عليها؟ هي عبارة عن حاصل عمل XOR operation مع الword السابقة لها اللي هي الword رقم 4 في نفس الراوند والword التي تقابلها وهي الword رقم 1 في الراوند السابقة. نعمل XOR operation لهم نحصل على الword رقم 5. طيب الword رقم 6 هي أيضا XOR ما بين الword السابقة لها في نفس الراوند والword المقابلة لها في الراوند السابقة وهكذا. طيب ما هو هذا المكون الG function؟ الG function موجود هنا عندكم على اليمين. الG function مدخلاته هي one word اللي هي الword الأخيرة في كل راوند. لاحظوا هنا الآن في الراوند رقم 0 الword الأخيرة الword رقم 3 هي مدخل إلى الG function، يتم تقسيمها إلى بايتس إلى 8 بايتس 32 بت، يتم تقسيمها عفوا إلى 4 بايتس، كل بايت مكون من 8 بتس. فلدينا هنا الآن المدخل 1 word 32 بت يتم تقسيمها إلى بايتس، يعني يتم تقسيمها إلى 4 بايتس، كل بايت يحتوي على 8 بت. نبدأ في البداية بعمل left rotation باتجاه اليسار، فبالتالي الword أو البايت عفوا رقم 0 يصبح هو البايت الأخير، والبايت رقم 1 يصبح هو البايت الأول، وهكذا كما ترون أمامكم. من ثم نقوم بعمل substitution باستخدام الS box اللي رأيناه مسبقا في البايت substitution layer. فبالتالي من خلال الS box كل بايت يتم استبداله ببايت آخر. هذه العملية تتم داخل الG function. من ثم نقوم بعمل XOR operation ما بين البايت الموجود في أقصى اليسار أو الثمانية بيتس الموجودة في أقصى اليسار وما بين ما يسمى بالراوند كوفيشنت. الراوند كوفيشنت هو عبارة عن 1 بايت، يعني عنصر ضمن الجاليوس فيلد 2 to the power 8 يكون مدخل إلى كل encryption round. سوف نتعرف على الراوند كوفيشنت بعد قليل. المخرجات طبعا هي عبارة عن 8 بايت أو 32 بت، هي مخرجات الG function هنا الآن والتي سوف يتم عمل XOR operation لها ما بين أول word في الراوند السابقة وبالتالي نحصل على أول word في الراوند التالية وهكذا كما ترون. تتكرر هذه العملية في كل راوند حتى نحصل على السبكي المستخدم في كل encryption round. نعم، هنا توضيح للround coefficients. round coefficients تبدأ من القيمة x power 0 اللي هي القيمة 1، من ثم في كل مرة حتى نحسب الround coefficient للدورة التالية نضرب بx، فبالتالي نضرب الواحد بx أو اللي هي x power 1، من ثم نضرب بx x تربيع x تكعيب x power 7 x power 8 وهكذا. طبعا في حال تجاوزنا الـ x power 7 يعني وصلنا إلى x power 8 نستخدم الـ irreducible polynomial اللي عرضناه مسبقا حتى يعود الناتج ضمن حدود الفيلد. يعني استخدام الـ irreducible polynomial هو مكافئ لاستخدام المود عند استخدام الـ integer number arithmetic زي اللي استخدمناها في السيزر سايفر وفي غيرها. فلاحظوا هنا الآن هذا مثال، لاحظوا الآن إحنا حسبنا الراوند كوفيشنت اللي هو x power 7. طب كيف سوف نحصل على x power 8 اللي هو الراوند كوفيشنت المدخل إلى الراوند التاسع؟ لاحظوا بدأنا من x power 0 اللي هو 1، x power 1 هنا x تربيع x تكعيب x power 4
x باور 5 x باور 6 من ثم هنا x باور 7 لغاية الآن احنا ما زلنا ضمن حدود الفيلد ما تجاوزنا x باور 7. طب كيف هنحسب الآن x باور 8 هنا؟ هي x باور x ضرب x باور 7 x باور 8 ولكن لازم نعمل ريدكشن لها حتى تبقى ضمن الحقل ضمن الفيلد. يعني هنا كأنك تعمل انكريبشن للحرف زد، الحرف زد يقابل القيمة العددية 25. طب لو جينا نشفره من خلال الكي رقم 3 في السيزر سايفر فحيكون عندي 25 زائد 3 الناتج 28 خارج حدود الفيلد. فنحتاج ان نعمل ريدكشن من خلال المود، ناخذ مود 26 فبالتالي 28 مود 26 يبقى لدي 2. فنقول انه الان ناتج تشفير الزد هو الرقم 2 واللي يقابل الحرف C. هنا بنفس الطريقة لدي الناتج X باور 8 خارج حدود الفيلد، الفيلد يجب أن يكون إلى غاية X باور 7، فنعمل المود اللي هو طبعا باستخدام الـ Irreducible Polynomial وهذه معادلة ثابتة في الـ AES Specification. فبالتالي لما نأخذ مود أو باخذ قسمة الـ X باور 8 وهذا الحد فنختصر الـ x باور 8 مع الـ x باور 8 تبقى لدي هذه المعادلة اللي هي 1 زائد x زائد x باور 3 زائد x باور 7. ولا إذا عاودنا تمثيلها as binary bit هتعطيني هذه المجموعة من الـ binary bits. طيب كيف أعطتني هذه المجموعة؟ لاحظوا 1 يعني x باور 0 موجودة، إذن الكوفيشنت اللي يقابلها 1 موجود. x باور 1 الكوفيشنت اللي يقابلها 1 موجود، x تربيع غير موجودة إذا الكوفيشنت اللي يقابلها 0، x باور 3 موجودة إذا الكوفيشنت اللي يقابلها 1 وهكذا، x باور 4 موجودة الكوفيشنت اللي يقابلها 1، x باور 5 غير موجودة الكوفيشنت اللي يقابلها 0، x باور 6 كذلك، x باور 7 أيضا 0. الآن هذه الباينري بيتس لو حولناها إلى باستخدام الهكساديسيمال نوتيشن هتعطينا الرقم 1B، وهذا هو الراوند كوفيشن المدخل إلى الراوند رقم 9. نضربه أيضا بX حتى نحصل على الراوند كوفيشن المدخل إلى الراوند رقم 10. هذا المثال يوضح كيفية الحصول على الراوند كوفيشن رقم 10. جربوا حلوا هذا المثال لوحدكم حتى نناقشه في استفساراتكم في الإجابة عن الاستفسارات لاحقا. نعم، هذا المثال يوضح كيفية اشتقاق السبكي في عملية الكي سكيدجولينج ألغوريثم. هنا المعطى لديكم السبكي المستخدم في الراوند رقم 8 والمطلوب إيجاد أو حساب السبكي المستخدم في الراوند رقم 9. فهنا نبدأ طبعا في الوورد 35. هنا هذه الورد تدخل إلى الجي فانكشن، نقوم بعمل روتيشن. لاحظوا أن البايت الموجود في أقصى اليسار انتقل إلى أقصى اليمين، وبالتالي البايت اللي بعده أيضا عملنا له إزاحة بمقدار 1 position وهكذا. من ثم كل بايت يكون مدخل إلى البايت substitution table حتى نحصل على المخرجات. هنا كما ترون 4 بايتس. من ثم نبدأ الآن بالراوند كوفيشنت المدخل إلى الراوند رقم 9، هو الراوند كوفيشنت رقم 9. نقوم بعمل XOR operation ما بين كل بت موجود في هذا البايت اللي تم حسابه في الراوند كوفيشنت رقم 9 والبت الموجود في أقصى اليسار. فالراوند كوفيشنت رقم 9 البايت المستخدم فيها هو 1B والباقي طبعا زيروز. فبالتالي لاحظوا فقط قيمة البايت في أقصى اليسار اللي هو 5D هي التي تغيرت أصبحت 46، وباقي البايتس A 5 15 وD 2 بقيت كما هي. من ثم نبدأ الآن لحساب الراوند. طبعا هو المطلوب هنا حساب أول
وورد أو أول 4 بايتس اللي هو البايت الوورد الأولى في راوند رقم 9. هنا أخذنا طبعا الوورد اللي تقابلها في الراوند السابقة. كيف حصلنا عليها؟ من المعطيات هنا عندكم. الوورد هي عبارة عن 4 بايتس 32 بت هنا. ونعمل XOR operation لها ما بين هذا المخرج اللي هي مخرجات الجي فانكشن، فبالتالي يعطينا هذا الناتج. طيب كيف حنحصل على الوورد الثانية؟ كل راوند فيها 4 ووردز. حصلنا على الوورد الأولى في الراوند رقم 9، كيف حنحصل على الوورد الثانية؟ نقوم بعمل XOR operation ما بين هذه الوورد اللي ظهرت معنا والوورد التي تقابلها في الراوند السابقة، وهكذا حسب المخطط اللي شفناه قبل قليل. بهذه الطريقة نحصل على كل وورد. طبعا لحساب الكي لدينا 2 main approaches أو طريقتين. أول شيء البري كومبيوتيشن، بمعنى يتم من خلالها حساب كل السب كي مرة واحدة. هنا في الطريقة الأولى يتم حساب كل السب كي مرة واحدة، ومن ثم يتم استخدامهم مع كل encryption أو decryption round، وهذا النوع المفضل للـ PC ولل server implementation للـ AES algorithm. الطريقة الثانية هنا تسمى on the fly، يعني يتم حساب السب كي عند بداية كل encryption round، ولذلك في هذا الطريقة عند إجراء عملية فك التشفير أو decryption عادة يكون في فترة انتظار أو delay، لأنه نحتاج أن نقوم بحساب كل السب كيز مرة واحدة حتى نبدأ عملية الديكريبشن، لأنه عند إجراء عملية الديكريبشن سوف نبدأ بالسب كي الأخير، فنحتاج أن نقوم بحساب كل السب كيز حتى نبدأ بأول ديكريبشن راوند. نعم. هنا عمليات فك التشفير طبعا تقوم بعكس عمليات التشفير كما رأينا في خوارزميات التشفير السابقة زي ديس. فنجد أيضا أنه الديكريبشن بروسيس في الـ AES تحتوي على نفس مكونات الانكريبشن بروسيس وتقوم بعكس عمليات الانكريبشن. فلاحظوا هنا هذا مخطط عملية الديكريبشن. لاحظوا أول ديكريبشن راوند تعكس آخر انكريبشن راوند، فبالتالي أول ديكريبشن راوند تبدأ بالكي اديشن لاير واللي هو يعكس الكي اديشن اللي يستخدم في آخر عملية التشفير، ومن ثم الانفيرس للشيفت رو. لاحظوا هنا ما في استخدام للميكس كولوم لانه ما تم استخدام الميكس كولوم في اخر دوره في عمليه التشفير. من ثم الانفيرس للبايت سبستيوشن، ولاحظوا هنا ترتيب اللايرز بشكل يعكس العمليات اللي استخدمت في عمليه التشفير، فلذلك تجد انه ترتيب اللايرز معكوس هنا الان. فهنا لاحظوا نبدا بالكي اديشن لاير، من ثم الديفيوجن لاير، واخيرا البايت سبستيوشن لاير، وهنا طبعا عكس كل لاير استخدم في عمليات التشفير، وايضا الترتيب بالمعكوس. لاحظوا الان اخر خطوه في عمليه التشفير او في عمليه فك التشفير عفوا تعكس اول خطوه استخدمت في عمليه التشفير. اذا تذكروا في بدايه عمليه التشفير قمنا بعمل اديشن او كي اديشن لاير، وهنا ايضا نختم بكي اديشن لاير حتى نعكس هذه العملية، وبالتالي نكون قد حصلنا على البلين تكست الأصلي. هنا الكيز المستخدمة أو السب كيز تبدأ من آخر سب كي، مثلا إذا كنا نستخدم 10 encryption round تبدأ من السب كي رقم 10 وهكذا وصولا إلى السب كي رقم 0. فبالتالي أيضا الكي سكيدجولينج ألغوريثم تقوم بإنشاء السب كي بشكل معكوس، وهنا أيضا توضيح للديكريبشن أوبريشن بشكل أكثر تفصيلا. لاحظوا هي كأنها عملية إنكريبشن ولكن بشكل معكوس، بدل ما كانت الكي أديشن هي العملية الأخيرة أصبحت العملية الأولى، وأصبحت البايت سبستيوشن أو الإنفرس البايت سبستيوشن هي العملية الأخيرة. وهنا طبعا توضيح لعمليات الميكس كولوم والإنفرس للكي. لاحظوا هنا طبعا هذه المصفوفة أيضا موجودة ضمن الـ AES specification.
هذه المصفوفة تقوم بعكس المصفوفة اللي استخدمت في المكس كولوم في الانكريبشن بروسيس، فبالتالي هي انفرس للمكس كولوم. ايضا بالنسبة للشيفت رو، بدل ما نقوم بعملية شيفت باتجاه اليسار، هنا في عكس هذه العملية نقوم بعمل انفرس، يعني شيفت باتجاه اليمين، حتى نقوم بعكس عملية الشيفت اللي استخدمت في التشفير. وطبعا هذا يوضح الشيفت للروز. وأيضا في البايت سبستيوشن نقوم باستخدام استيبل. هنا وظيفة هذا الاستيبل هو عمل انفرس أو عكس البايت سبستيوشن استيبل اللي استخدمت في عملية التشفير. وهذه أيضا المصفوفة المستخدمة في الأفاين ترانسفورميشن، واللي هي تعكس المصفوفة السابقة. وهذا مثال أيضا شبيه بالمثال اللي أخذناه في عملية التشفير. نعم، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة. نشكر لكم حسن استماعكم، شكرا جزيلا، السلام عليكم.